فيش مجتمع في العالم ما بيتغيرش، فيش مجتمع في العالم ما بيتعرضش لضغوط، والضغوط دي بتؤدي الى التغيرات بتاعته او التغيير بشكل معين، بيتعامل مع واقع، بيتعامل مع تطور، بيتعامل ولازم يتعامل مع معطيات جديدة. وده اللي احنا شايفينه في مصر اليومين دول، شايفينه على كل الأصعدة. انا مش هتكلم النهاردة مع حضراتكم واقول لكم ان بكرة احلى، لان احنا دايما كنا بنسمع الكلام ده. انا عارف كويس قوي ان احنا ماشيين على طريق معين، انما اللي عارفه ايضا ان المجتمع المصري النهاردة عنده معطيات مش عارف يفنطها، مش عارف يبص لها ازاي. الشباب المصري عنده نفس الحدوته برضو، مشاكل، قلق، توتر. طب ايه رايكم نسمع من المتخصصين في علم الاجتماع المجتمعات بتتعامل ازاي سياسيا، بتعرف ايه اللي بيحصل، ايه اللي حصل قبل كده، ايه اللي هم شايفينه دلوقتي بيحصل في المجتمع المصري. ضيفي استاذ من الاساتذه الكبار، واحد من المتخصصين. ضيفي هو الأستاذ الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، عميد أداب القاهرة السابق. أهلا بيك يوم بيوم. أهلا بيك يا أستاذ محمد، أهلا وسهلا. لما تيجي تبص للمجتمع المصري النهاردة في ظل السريخ، احنا يعني تبص تلاقي أصواتنا عمالة تعلى وتعلى، يعني في توتر وفي قلق، وفي ناس طلعت حتى اللي متفائل بيقول انا متفائل بصوت عالي قوي، وبيزعق بحته لا ما تزعلوش اللي بيزعق عشان زعلان، التاني واحد يزعق اكتر منه علشان لا انا متفائل. بتبص ازاي للمجتمع ده دلوقتي؟ بتقسمه ازاي؟ هو اولا يعني حاله المجتمع المصري حاله صعبه جدا، يعني صعبة جدا. يعني حقيقة يعني. أهلا بيك. حتى على أساس الاجتماع، لأنه حجم التغيرات اللي حصلت كبيرة جدا، حجم التعقيدات اللي موجودة في المجتمع ضخمة جدا، بحيث أنه استيعابها كلها مع بعضها كده بشكل مره واحده، ممكن باكج واحد كده، طلعه واحده، عمليه صعبه جدا، فتحنا كل الجراح مره واحده. الطموحات بتاعت الناس والاحلام وايضا الحاجات العكس كده، يعني مظاهر القلق والتوتر كلها بتتزاحم وبتتكاتف مع بعضها. كتل من البشر كتير جدا، سكان كتير جدا، أطياف من البشر مختلفة، عندك ريف، عندك حضر، عندك بدو، عندك سكان عشوائيات وسكان مناطق طبقة وسطى وسكان أماكن مسيجة، يعني أنت عندك تركيبة من الحياة الاجتماعية، عندك تاريخ طويل جدا للمجتمع 7000 سنة، عندك حضارات مختلفة دخلت فيه وتعجنت المجتمع المصري يعني مر عبر الأزمنة بأوقات كتيرة من الأزمات وعدى منها. هل إن شاء الله هو في الفترة دي هيعدي، ما لأنه بس بيتغير طبعا. يعني الكلام اللي أنا قلته ده ربما أنا قلته بالطريقة اللي أنا قلته بيها دي، عشان يعني أشرت إلى هذه الدرجة من التعقيد في الحياة الاجتماعية وفي المجتمع بشكل عام، عشان أبين حجم التغيرات اللي بتحصل في المجتمع المصري. المجتمع المصري ما تغيرش ساعة الثورة فقط، كان بيتغير من قبل كده، وكانت في تغيرات بتحصل إحنا مش شايفينها. يعني قبل 25 يناير مين إحنا؟ كان في إحنا اللي هم الطبقة، الفئات اللي بتبص للمجتمع من فوق. أنا دايما عندي تصور كده للمجتمع إن في فئات بيبصوا له من فوق، رجال السياسة والناس اللي هم مستقرين في الحياة شوية، اللي ما بيختلطوش بالمجتمع كتير، اللي أحيانا يشوفوا المجتمع من خلال التلفزيون ومن خلال القنوات، اللي مشغول الصبح في شغله، إنما ما نزلوش شوارع زحمة، ما شافوش الدنيا على طبيعتها في الحياة، ما شافوش أشكال من الفقر مثلا في الحياة. أنا ممكن ما كنش مطالب إن أنا ألمس ده، ممكن أكون بسمع عنه. طب وهي الحكومة السابقة ما كانتش شايفاه أو عندها تقارير بيه ومستعدة إن في انفجار هيحصل في البلد دي؟ كان في هاجس، لا كانوا عارفين إنه في الحياة كده، وكان في هاجس بيحدث في يعني أحيانا كان الواحد يعني
بيلمسوا كده عند بعض، يعني عند لما يسمع او يناقش او يتكلم مع حد من المسؤولين، انه اهم حاجة ان احنا عندنا يبقى عندنا استقرار، وان انتوا والمجتمع ما بخير، وان انت لو نقدت وقلت ان نقد تبقى انت ضد الدولة، تبقى انت مش من الدولة. فالناس دي النغمة للشاعر الوقت، كانت الناس بتخرج، والناس تخرج تتظاهر، والناس بتخرج وتعبر، والناس بتكتب، والناس عندك صحفيين كتار كتبوا، وعندك ناس في التلفزيون حتى وفي الإذاعة وفي اتكلموا، وفي ناس طلعت الشارع وقالت طلبت. واحنا عملنا بحوث وقلنا في البحث اللي اتعمل مثلا عن الفساد سنة 2008 في وزارة التنمية الإدارية، وأنا قدت هذا البحث مع دكتور أحمد درويش، مع الدكتور أحمد درويش، ونشرنا البحث على أيوة ده ما عجبش كل الوزراء ومنعوا نشره. وكانوا يا جماعة لما تيجي تشير حتى إلى أنا نفسي ليا موقف شخصي بره، كانوا بيناقشوا حاجة كده استبيان بيعملوه الدولة بتعمله على، فطلع نتائج، فأنا بناقش النتائج دي، فبقول يعني في ناس صامتين ما بيتكلموش، فخدوا بالكم من الصمت ده، يعني الصمت ده معناه حاجة. اللي سامع الكلام ده يعني رد عليا رد، يعني ايه الناس اللي بيقولوا صمت وما صمت كلام. فكان في عدم رغبة في السماع، عدم رغبة في السماع. ده كان مسؤول، وهو ده الفرق بين دلوقتي كان مسؤول في الدولة. خليني ارجع ابص بقى للمشهد بتاع الرئيس. ايوه بس خليني ارجع بس للراجل اللي قال لك مين ده كان مسؤول في الدولة. كان مسؤول في الدولة كبير على مستوى الوزير ولا على شويه؟ كان المسؤول بتاعكم بتاع الاعلام اللي كان ماسك الاعلام يعني بتاعنا الاستاذ صفوت الشريف يعني. بتاعنا احنا ايه، مش مسؤول بتاعنا. انا راجل كنت انا كنت معارضه يا دكتور. كان صفوت الشريف يعني لا يعني انا بقول لحضرتك يعني كان لما بتقول يعني ساعه البحث ده كان البحث بيقول في يا جماعه في احساس كبير جدا بالظلم، الناس بتحس ان في عدم عداله، الناس بتقول انه في فساد في البلد، الناس بتقول ان المسؤولين دول ما بيبصوش لمشاكل الناس ولا بيبصوا. فكانت لو كنت عملت البحث ده النهارده كانت نتائج البحث تتاخد ازاي؟ كنت انا اطلع في التلفزيون مع واحد زي حضرتك كده اقول الكلام ده؟ بلاش زي دي، انا مختلف. انت محترم. اقول ايه؟ اقول الاتي، اقول ان الحكومات الرشيده، قلت الكلام ده يجي 7-8 مرات، هي دائما التي تقوم بالبحوث. كان في ذهن الدكتور احمد درويش، لان هو اللي ايد فكرتي عن ان احنا نعمل، ما هو طار من تحت راس هو اللي ايدني في ان انا طرحت فكره البحث. فان الحكومات الرشيده هي التي تجري البحوث لانها تكشف لها عن اشياء ربما تجنبها مخاطر. وكنت بضرب مثال دايما بدوله الرفاهيه في المجتمعات الغربيه، إن دولة الرفاهية دي اتعملت بناء على بحوث اكتشفوا إن أحوال العمال في المصالح سيئة جدا، وإحنا عمالين نقول الرأسمالية والتقدم والليبرالية والعمال، فقالوا شوفوا ده الأحوال سيئة جدا، حال المجتمع فقر، فلابد إن تتدخلوا. بدأت الدولة تتدخل تقول لا ده إحنا نعمل للعمال دول تعليم وصحة وتأمين وإسكان وكده، دي هي فكرة الويلفير الرفاهية. كنت بضرب مثال بكده، وظهرت دولة الرفاهية على إثر بحوث، التطورات اللي حصلت في التعليم في أمريكا تمت على إثر بحوث، كل يعني فالدولة الرشيدة، شوف كنت أقول الدولة الرشيدة، إنما هم كانوا بيستخدموا البحث إزاي مع بعضهم؟ تلاقي حد عايز في نتيجة مثلا عن رجال الأعمال، فحد عايز يعمل فيكلم الصحافة يروحوا ناشرين ان رجال الاعمال دول هم اكثر الناس فسادا ومش عارف ايه، وبعدين ناس تانيين يقولوا عايزين، يعني كانوا بيلعبوا بعض بيه، بيلعبوا بعض بيه، انما ما حدش اخدوا حطوا قدام، فضلوا يلعبوا لغاية ما حد من الصحفيين الكبار كتب مقالة في الدكتور احمد، يعني بيتكلم على الدكتور احمد درويش، يقول ازاي واحد في الدولة ينشر بحث زي ده. الراجل كان جريء وكان يعني مولع بفكرة الشفافية والنزاهة، واحنا كلنا ايوه بقى هي دي اللي طيرته يا دكتور، احنا كلنا معايا في اللجنة دي بتاعت الشفافية وطيرتكم انتوا كمان. فاللي حصل انه راح كاتب كده، وكيف يكون مسؤول في الدولة يصرح بنشر مثل هذه الأشياء، وبالصدفة مبارك يرى هذا الكلام وحصل بقى اللي يعني. فأنا بقول لحضرتك ويطير أحمد درويش، عشان كده كنت بقول لك وتفقد مصر واحد من أهم الوزراء اللي شافتهم صحيح في خلال ال 30 سنة اللي فاتت. صحيح. أنا بقى عايز أقول إيه، شوف المشهد ده اللي أنا بكلمك عنه
عشان بس تعرف ازاي المجتمع اتغير يعني. والمشهد اللي احنا فيه دلوقتي اللي احنا شفناه في شرم الشيخ، الرئيس جالس مع الشعب، جالس مع الناس، جالس مع الشباب، بيكلمهم، بيرد، بيوضح، بيطلع لهم قرارات هم عايزينها، وبيقول لهم انتوا اجتمعوا واعملوا اللي انتوا عايزينه وانا هنفذه. يعني شكل شويه من يدي امل اكتر، ويدي احساس بانه الناس، الدوله شايفه الناس اكتر يعني، يعني في الظرف ده يعني. طب خليني اقف قدام المشهد ده شويه. البعض بيقول ان الرئيس عمل الكلام ده كله علشان يتجنب توقعات بانفجار في وسط الشباب. رايك ايه؟ انا لا اتصور انه معمول، لانه شوف يعني اللي يقرا الاحداث بعد الثوره واللي حصل وسيطره الاخوان المسلمين عليها واخدهم الحكم، المشاكل اللي حصلت في العهد الاخواني ده السنه، وبعدين خروج الشعب تاني و30 يونيو والدخول في مسار جديد، الدخول في المسار الجديد ده بدا يظهر في من نتاج ده كله الشعب والناس وانا اعتقد الشباب كمان. صحيح عندهم مشكلات، وصحيح عندهم قدر كبير جدا من الامتعاض ومن القلق ومن بس لا اتصور ان هم هيعملوا انفجار، لانه انا اعتقد ان هم عندهم درجه عاليه جدا من الوعي، وان هم عندهم درجه عاليه جدا من الاحساس بانه الوطن ما هوش يعني 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 لازم نحافظ على المكاسب اللي احنا حققناها لغايه دلوقتي، ونحافظ على حجم الاستقرار اللي حققته مصر لغايه دلوقتي وهو كبير مقارنه بكثير من الدول يعني. بس كلام حضرتك دلوقتي ده يختلف مع بدايه كلامك في الاول ان احنا عندنا مشاكل كتير جدا احنا نفسنا كعالم. انا ما قلتش يعني ما لا ما احنا عندنا مشاكل، احنا كلامي ده لا يعني ابدا ان احنا ما عندناش مشاكل يعني. لا بالعكس، ده انا عايز اقول انه حضرتك بتقول انه برد على حكايه الانفجار يعني. يعني انا فكره الانفجار، فكره ان الشعب يخرج وينفجر ويعمل، انا لا اظن انه الشعب المصري عنده الروح دي دلوقتي، عنده روح مختلفه. هو عنده الروح، بس مش روح ان هو يطلع يكسر تاني. هو عنده روح انه نفسه يعدي. لا هو كمان ادرك انه كثير من الاخطاء التي تمت في هذه الفتره ادت الى اشياء احنا بنعاني منها دلوقتي يعني انا استطيع ان اشير. حضرتك تقدر تتكلم على الازمه الاقتصاديه، تقدر تتكلم على حجم الاموال اللي راحت كده والخسائر الكتيره، توقف اشياء كتيره زي السياحه والاقتصاد والمصانع، ويعني الحال شوية. ودايما الثورات بتعمل كده يعني، التغيرات العنيفة بتعمل كده في المجتمع. مش عايز برضه أقول إن الشباب ده كتلة كاملة، لا بالعكس، الشباب بتاعنا حيوي جدا وناضج جدا جدا. إنما أنا مش عايز أقول، خلينا ما نفكرش في إنه اللي اتعمل ده في شرم الشيخ عشان تجنب حاجة، لا خلينا نفكر بشكل مختلف. أنا بفكرش كده، بقول لك إن البعض، ما إحنا عندنا مشكلة في المجتمع بتاعنا دكتور. لو عملت إيه؟ تلاقي ناس قاعده تقول ده عشان كذا، ده علشان كذا. يعني اصبح عندنا زي ما كنا بنقول زمان حزب الكنبه اللي نزل وتحرك، اصبح عندنا حزب التنظير. يعني ناس قاعده تنظر عكس اي شيء علشان تشوه اي حاجه. ده صحيح. ودي من ضمن المشاكل، من ضمن المشاكل اللي احنا بنتكلم عنها حتى في الـ في الـ في, الـ في المجتمع، لانه ال يعني في مبدأ كده تاريخي مهم جدا، انه الانسان لما يعني بيتعرض لقدر كبير جدا من الحرمان احيانا، ومن الضغط احيانا اخرى، ومن عدم التعليم كمان، عدم التعليم كويس، وانه يترك كده لفترة طويلة من الزمن من غير ما يتوجه ولا يبقى عنده هدف ولا يبقى، فيبقى مفيش الهوية بتضيع، والإحساس بالمسؤولية الجمعية بيضيع، والإحساس، ويبقى الإنسان مدرك لذاته أكتر من إدراكه لما هو خارجه. وأنا أعتقد دي أحد المشكلات اللي حصلت في مصر خلال مش الثلاثين سنة بتاعت مبارك، من قبل كده، من ساعة موت الناصرية، أو يعني الناصرية لم تموت يعني، هي ما تزال كقيمة موجودة، ولكن انتهاء هذا الحكم اللي كان فيه نوع من المساواة وفيه نوع من العدل وفيه نوع من وبدأت الطبقة الوسطى بتاعتنا دي، الطبقة الوسطى دي يحصل لها
تشوه من الداخل وتتغير من جوه، وجماعه يروحوا لفوق يعملوا يعني سكه تانية خالص، مغامرات اقتصاديه، مغامرات اقتصاديه مش مشروعات اقتصاديه، وناس ينزلوا تحت يبقوا في مصاف الفقراء، وناس في المنتصف من المهنيين كده يبقوا يبحثوا عن مصالحهم الشخصيه اكثر ما يبحثوا عن، يغيب ما هو عام. يعني فكره الادراك ان انا عايش في مجتمع، ادراك انه في اخرين غيري هم موجودين معايا، ادراك الحاجة اللي احنا بنسميها في علم الاجتماع عندنا مفهوم كده اسمه ذات العامة. احنا عندنا كل واحد منا عنده ذاتين، ذات هي بتاعته الشخصية دي اللي هو بالظبط كده، وذات عامة تانية، ذات انا موافق على اي قانون طالما مش هتطبقه علي. طبعا الذات الخارجية، انا موافق على اي حاجة طالما مش هتيجي عندي. الذات العامة دي او الذات المعممة احيانا generalized self، ان هي ايه؟ ان انا ابقى عايش في المجتمع بس مدرك انه في ذات خارجيه هي اللي بتلمنا كلنا. طب لما بتحصل زي ما حضرتك قلت مثلا في مؤتمر شرم الشيخ، ان الرئيس يتحدث الى الشباب ويتحدث الى الناس ويتحدث، يعني انا شخصيا متابع ومستغرب، الرئيس طلع اتكلم عن الجيش، احنا كان ممنوع حد يتكلم عن الجيش المصري. طبعا الرئيس طلع اتكلم عن الجيش في اول يوم، قال لهم انتوا بتتكلموا عن مشاريع عشان كذا كذا كذا، وبتتكلموا عن الجيش علشان ميزانيه الجيش، ودي كانت حاجات احنا شفنا ايام كان ممكن يجي لك، يعني انت بتتكلم عن الجيش ليه؟ طبعا صحيح. بس انما احنا الايام في وسط كلامه دائما يكرر ويقول احنا مسؤولين. أيوة. احنا مسؤولين. وانا بقالي سنتين بسمع الكلمات دي مش ملاحظ ان هي مسمعه. صحيح. مش مسمعه مع الناس ليه؟ اولا انا بشكر حضرتك جدا جدا انه يعني وانا بتكلم على الحته دي انت خدت السؤال في هذا الاتجاه، لانه هو هستمر في نفس الكلام بتاعي، ان فكره الذات العامه دي غائبه مش موجوده، كل واحد بيفكر في الذات الخاصه بتاعته، فكر في مصالحه الشخصيه، وعايز يعظم من هذه المصالح حتى من يملكون ثروه كبيره في هذا البلد، في هذا البلد. يعني عايز كمان بكره الثروه دي كمان هي مثلا هنقول مثلا 1 مليون يبقى او 5 مليون، عايزها بكره تبقى 10 مليون، وعايز كمان يبقى ياخد مكاسب سياسيه، يبقى عضو في كذا، ويبقى وزير، ويبقى مش عارف ايه. انما الادراك الذات العامه بيبقى كل واحد حتى وان ادى دورا صغيرا في الحياه، يعني هو بيشتغل بيعمل رأس مسمار مثلا، بيصنع حاجة صغيرة جدا جدا، بيشتغل عامل في بيشتغل أستاذ جامعة، بيشتغل مدرس، بيشتغل، هو بيأدي الدور بس مدرك انه لا مصير لنا ولا مستقبل لنا اللي احنا نتجمع كلنا مع بعض. عشان كده الرئيس دايما، وانا بحب جدا الحكاية دي، ما حد يقول له كده يقول له لا احنا كلنا، لما يقول له انت، لانه هو ما فيش دولة بتتقدم بشخص واحد، واحد بس هو اللي بيعمل كل حاجة. ده حضرتك لما بتسأل الناس البسطاء خالص يعني على المسائل البسيطة، على المسائل نقص سلعة معينة من السوق مثلا زي السكر مثلا أو الأرز، يعني ينقص، وإحنا مرينا بأزمنة بعد كده كان ما بنلاقيش سلعة خالص وعدت ومشيت يعني. وأيام السادات الله يرحمه يعني كان قائد عظيم يعني، ما كان في يعني حتى اللحوم ايام عبد الناصر، هو كان حد بيشوف التفاح ولا عبد الناصر، احنا قعدنا ايام ناكل عيش ومش، ما انا بقول لحضرتك ما هو بهدلنا برضه، مش عايزين الكلام بتاعنا ده برضه يتفهم على اساس ان احنا بندافع عن بنقول بنعمل لا احنا بنقول مره المجتمع مر بايه. لا واحنا انا ماليش دعوه مين اللي كان قائد ساعتها، احنا كمان بنقول دلوقتي الكلام اللي احنا بنقوله، انه احنا دلوقتي الناس من اهتمامها شديد جدا بما هو خاص واهمالها لما هو عام، بترجع كل شيء حتى نقص السلع على الرئيس، تلقيها على الرئيس، حتى ما تلقاش على الوزير ولا على المحافظ اللي جنبها القريب منها، ولا على رئيس مجلس المدينه، ولا على رئيس القريه، ولا عن حد من على البقال اللي جنبها اللي هو حجز السكر ولا خزنه، ده بتقول لك الرئيس. فهي دي الفكره، ده هي يعني لو احنا كلنا، انا كان مره كتبت مقال معلش هشير ليه كده، قلت ايه؟ هل تغادر الروح الثوريه الميدان؟ يعني الروح الثوريه دي اللي اتخلقت يعني لازم تسري في المجتمع، تسري في جسد المجتمع، وتمشي وتوصل الى ابعد حد، ما تبقاش بتركزها كده
في فئة معينة موجودة في الميدان ما تروحش. الروح فكرة الرغبة في التقدم والرغبة في النهضة والرغبة في العدل والرغبة في وتحمل المسؤولية زي ما كانت الناس بتتحمل المسؤولية في الميدان، والرغبة في العمل المشترك والتعاون ده كله يخلي الإنسان. عشان كده في كلمة قالها الرئيس النهاردة في الخطاب بتاعه، قال احنا محتاجين ثورة مجتمعية. مش قال كده ولا قال احنا ده بيقول دايما بيقول الكلام ده. هو قال الكلمة احنا محتاجين ثورة مجتمعية في تشجيع الرياضة على فكرة. يعني هو بيتكلموا على عودة الجماهير للرياضة، هو بيتكلم على الأخلاقيات وعلى الثقافة وعلى عودة كذا وكذا. لا أنا عايز أطلعها كمان من الرياضة بس، يعني مش ما هو كان بيتكلم بقى بشكل عام. هي المفروض بشكل عام، لأنه أنا محتاج هنا إن أنا حتى تحس كده إنه، لأنك أنت لو تأملت حالة المجتمع، أنا هرجع لكلام حضرتك اللي في الأول خالص، حالة المجتمع هتجد إنه إذا كان في تغيير فحصل في عند الفئات العليا في تغيرات في البشر، تغيرات في التوجهات الى الافضل، تغيرات في التوجهات الى الافضل. بس لما تنزل لتحت عندنا رئيس جديد كلنا بنحبه، عندنا وزاره الشعب بيوافق عليها من خلال مجلس النواب، عندنا مجلس النواب منتخب بانتخابات ما فيهاش تزوير، مش ده كلها تغيرات ايجابيه؟ انا شايف انها تغيرات ايجابيه. تمام. بس لما تنزل هنخشك في كل التغيرات الايجابيه اللي الناس رجعت بعد كده تزعل منها. لما تنزل تحت حضرتك، ودي بقى النقطه المهمه جدا اللي هي تدخل في بند الثوره بقى المجتمعيه، هتجد انه الاساليب هي يعني نفس الاساليب اللي موجوده هي. مفيش الانسان المصري لما بيروح يودي ابنه المدرسه ما بيلاقيش تغيير. لما بروح انا المحافظه عشان اعمل حاجه مثلا، او اروح الكهرباء، اروح المرور، أو لازم اخلص خلاص، مفيش تغيير. لازم اخلص نفس البلب. العكس يمكن زي. في حاجات بقى فيها اهمال اكتر، بقى فيها هي دي الثوره المجتمعيه. بعد اذن حضرتك، ان انت تعمل ثوره في الاداء الفعلي. العيب هنا مين؟ في الاداره. حلو. اللي بيتحكم في النظام الاداري، لان هو لو قرب له اللي بيحاربه المجتمع. صحيح. انا اللي عايز اقوله لحضرتك صحيح، ان الفساد بيدافع عن نفسه من غير ما يكون منظم صفوفه في ادارات وفي وزارات، وشفناه بيعمل كده. انا احيانا انا اول بحييك حضرتك في الكلام اللي انت بتقوله، لانه انا احيانا وانا بتامل الحياه كده بتاعت المجتمع بتاعنا، احس كما لو كان في المجتمع كده عايز يعني نفسه ينهض ويتقدم للامام كده، وبعدين في سلاسل كده بتروح واخداه لورا، كما لو كان في مصالح لناس. انت مربيه على البيروقراطيه يعني وعلى الفساد. هم مش عايزين يتحركوا عن هذا بهذا الشكل. هم يعني نفسهم ما هو موجود يظل كما هو، لا تغيير فيه ولا اي تحرك الى الامام ولا الى اليسار ولا الى اليمين ولا في اي اتجاه. هو يفضل زي ما هو بنفس الطريقه، ويظل يدور في نفس الدائره. الجهاز البيروقراطي، احنا عندنا جهاز بيروقراطي قوي جدا، وهو مهم جدا ومفيد. مش عايزين نقول البيروقراطيه وحشه، لان البيروقراطيه دي الراقيه الرشيده المنظمه اللي فيها كفاءه وفيها قدر كبير جدا من الاداء القائم على الانجاز والفاعليه مهمه جدا لتقدم المجتمعات. بس اللي موجود في بعض الاماكن اللي انا بتكلم عنها دي نوع من البيروقراطيه مختلف تماما عن اللي انا لا ما حاجه ولا ما هي كل حاجه لا هي رشيده مختلف. لا هي رشيده ولا هي منجزه ولا هي اي حاجه. يعني لما تروح انت مثلا الساعة 10 وتلاقي هم لسه بيفطروا بره، ولا بيعملوا مش عارف ايه، ولا الدنيا ماشيه بشكل مختلف ومفيش حد، فتجد انه الاداء نفسه حتى القادة الجدد. يعني مثلا لما انا هاخد نموذج مثلا من القادة المحليين اللي بيشتغلوا المحافظين، انا وانا ماشي في الشارع كده بلاقي نفس الشارع هو نفس الشارع اللي مليان بالزبالة ومليان بالحاجات اللي ممكن، وبقول ايه، طب مفيش مرة المحافظ عدى يا فندم؟ ما هو بيعدي. مفيش مرة واحد من بتوع النظافة كده عدى؟ مفيش واحد هو تيجي تكلمه يقول لك معيش فلوس، ما عنديش امكانيات، مفيش عربيات، مفيش مش عارف ايه. ده الناس ممكن. طب وهي دي ثقافة شعب برضه. ما انا بقول لحضرتك، ما انا احنا بنتكلم على الموضوعين اللي احنا بندور حواليهم، الفكرتين او الرسالتين اللي في ذهني، يعني اللي انا فكرة انه ايه، الاهتمام بما هو عام، ثم تغيير انماط الاداء
في المحليات وفي الأماكن اللي الشعب بيتعامل معاها يوميا، بحيث انه تحدث هذه الثورة المجتمعية اللي الرئيس بيتكلم عنها. الثورة المجتمعية مش في الرياضة فقط، ولا في الثورة المجتمعية ولا في الخطاب الديني فقط، ولا في تكوين الشباب فقط، ولكن الثورة المجتمعية في الأداء المجتمعي الإداري اللي يخلي الإنسان كده يبقى يعني مكرم في منزله، مكرما في طريقه إلى العمل، مكرما عندما يذهب إلى المستشفى، مكرما عندما يذهب إلى المرور، يعني مكرما عندما يذهب بتعدني إلى عيش حرية عدالة اجتماعية. ما طبعا هي الشعارات دي ما كلها فضائل، هي حاجات حلوة يعني، ما يعني بتعدني إلى الأساس اللي الناس خرجت في لحظة معينة كلها أجمعت عليه. ما أنا هقول لحضرتك على حال، إحنا بنقيس تقدم الشعوب إزاي؟ مش تقدم الشعوب ده له مقاييس، ما بيتعملش كده يعني ان احنا ايه نقول البلد دي متقدمه والبلد دي متخلفه بناء على انطباعاتنا الشخصيه. الكثير من المقاييس اللي بتتعمل عشان نقول المجتمع ده متقدم ولا يعني بياخد كام على مثلا مقياس التنميه البشريه، بياخد كام على مقياس التنافسيه، بياخد كام على مقياس الشفافيه، بياخد كام، كلها بترجع في الآخر خالص إلى كرامة الإنسان، إلى الإنسان البشر، الإنسان. الإنسان ده بوصفه إنسانا، لا هو بينتمي لدين معين، ولا هو بينتمي لطبقة معينة، ولا هو بينتمي لطائفة معينة، ولا بينتمي لإقليم معين، ولا هو أبيض ولا أسود، وإنسان يحترم ويبقى إنسان مبجل. صحيح إنه البشر في مصر كتير منا احنا يعني التعقيدات اللي انا بتكلم عنها والحاجات دي مهم، ما هو برضو جزء منها احنا مسؤولين عنه. زي مثلا الزيادة السكانية دي، ولا كان نفسي في المؤتمر ده ولا يتعمل عنها مؤتمر ولا نشوف يعني، لانه الزيادة السكانية دي هي جزء اساسي من المشكلات التكهذا التكدس السكاني الرهيب. مصر كانت في السبعينات حوالي 39 مليون حاجه، يعني يعني حول 39 مليون. شوف هي دلوقتي نقترب من 90 مليون، ويمكن زدنا عن 90 مليون في كام سنه، حوالي مثلا 25 سنه زائد 15 يعني حوالي 40 سنه، بقينا زدنا تضاعفنا، ودول تلتهم شباب، تلتهم شباب عايز عمل وعايز تعليم وعايز صحه وعايز، يعني شوف حجم المشكله قد ايه. ففي مسؤوليه على دول برضه، لانك انت ما خططتش. ففي مسؤوليه احنا دلوقتي بقى اصبحنا مش هنقول والله الناس دول لازم نلغيهم ونموتهم، لا ده احنا لازم نتعامل مع الوضع كده، بس نحط في اعتبارنا برضه واحنا بنفكر في المستقبل ان هذه قضيه هامه جدا. هذه الكميه من البشر يعني هؤلاء، هذه الزياده الهائله في السكان لازم تضبط شويه، وده جزء برضه من الثوره المجتمعيه، ان احنا نغير اساليبنا شويه ويبقى عندنا احساس بالمسؤوليه تجاه الوطن. ان انا ما اخلفش 7-8 وانا مش عارف هم يروحوا فين وهيشتغلوا فين. الرئيس النهارده، شوف حضرتك بتكلمني عن عدد الناس وزياده الناس، او معلش الكلام بيتدفق كده. لا بالعكس، احنا ما هو ده، ما هو يعني يا دكتور احمد امثالك لازم اقعد افتح قدامها المواضيع عشان انت بتوضح لنا. ما احنا لازم نوضح ونحط على الترابيزه كده كل المشاكل والملفات، لان المواطن المصري بيعاني منها كلها مره واحده. صحيح صحيح. احنا كنا زمان كبرنا نقعد نتكلم عن ازمه السكر 6 أشهر، صح ولا لا؟ صحيح صحيح. انما انت النهارده بتتكلم الصبح عن ازمه السكر، بعدها بساعتين هتتكلم عن مشكله المواصلات ومتضايق عنها، طرق التعبير عن غضبك زادت، حجم صبرك قل، قدرتك على التعبير اصبحت بلا حدود. يعني ايه؟ يعني ضوابط، بدون ضوابط بالظبط كده. ما انتش النهارده بتختار احيانا كلماتك، وده ابن اللي كذا اللي كذا، حتى بتسايق في العربيات، حتى مش يعني ما عادش في حاجات كتير قوي اتهزت جوه المجتمع ده. انا هعدي لك مثال بسيط جدا. هل دي كانت موجوده وانفجرت، ولا ده تغيير بسبب ال3-4 سنين اللي فاتوا؟ يعني هل ده طلع واحنا ما كناش شايفينه، كان مستخبي، ولا هل ده احنا اللي صنعناه بايدينا في 4 سنين؟ لا هو ده يعني انا طبعا مع حضرتك على طول الخط، حتى اساليب التعبير وعدم الانضباط ده، يعني كثير من كل البلدان اللي في العالم لها رموز للهويه
وللفخار الوطني. مفيش حد يعني مثلا مفيش حد يقرب من الدستور مثلا، مفيش حد يقرب من القوانين، مفيش حد يقرب حتى من الرئيس حتى لو انا مش راضي عنه، لانه رمز للوطن. يعني مفيش حد يقرب من والعلم رجال الدين الكبار سواء شيخ الازهر مثلا او البابا، مفيش حد يقرب من العلم، مفيش حد يقرب. يعني دي كلها هي الرموز اللي بتعيد انتاج الهويه. تبص تلاقي انت على الفيسبوك تدخل تلاقي كثير من الحاجات دي الناس بتعلق عليها تعليقات تدل على انه لا عندها احساس بالمسؤوليه ولا عندها احساس بال... مش عايزين نتهم الناس، انما احنا عايزين نقول انه كما لو كان، انا مش هتهم الفتره اللي بعد الثوره اللي هي فقط لانه صحيح حصل التغيرات اللي كانت بعد الثوره كانت كبيره جدا وعميقه وكان فيها وخلت الناس بقى عندهم احساس بعدم الانضباط حتى في الكلام وفي انما لابد عشان نعرف الجذور بتاع ده نرجع لقبل الثوره. انه انا عندي مصطلح دايما بقوله انه الشعب المصري ترك وشأنه لفتره طويله من الزمن، كان في الستينات مضبوط على هدف على بوصله، والبوصله قدامه واضحه واحنا كلنا مسلطين عينينا عليها ونقول احنا رايحين في الطريق ده، وانكسرنا انكسره كبيره جدا في 67 وبعدين 56 وبعدين رحنا كسر 56 ما كانش كسره 56 صحيح، وبعدين قمنا تاني في 73. بس ده انا حتى احيانا والله يجي لي الاحساس كده انه استثمار نصر الكبير اللي حصل في 73 لم يتم استثماره، لان على طول دخلنا هنعمل انفتاح وبعدين والسادات كانت، انا اعتقد ان النوايا كانت حسنه في موضوع الانفتاح، انه كان عايز يعمل يخلي فيه يعني البلد تنفتح على العالم وتدخل، وكان العصر كله كان كده على فكره. يعني كانت فكره الايه النزعات القوميه بدات تختفي في العالم كله، وفكره الاشتراكيه بدات تهدى شويه، وبدات العالم تدخل في مرحله اللي ان تبقى فيه شويه السوق يبقى فيه خوض شويه، كان كل العالم فاتخذت نظريات اقتصاديه اخذت بقى خزن خطا، يعني الناس راحت راكبه. ما احنا طول عمرنا كل واحد يعني طول عمرنا بنجيب الفكره وننفذها غلط صحيح. فاللي حصل بقى ايه، المجتمع بقى ترك وشانه، حتى الراسماليه فهمت خطا انك انت تترك الحبل على الغارب. من قال ذلك؟ مين قال ان الراسماليه نترك الحبل على الغارب؟ ويجي اي واحد يعرف لي الراسماليه وانا قاعد اهو ونجيب الكتب اللي بتاع اللي انت احيانا حتى بتيجي تتناقش، احيانا كنت تتناقش حتى مع ناس مسؤولين في الدوله يقول لك لا انا مش عايز ازعل رجال الاعمال، ازعلهم ازاي رجال الاعمال؟ هو رجل اعمال يروح يستورد بسكويت من مش عارفه ايه ويستورد كذا مش عارفه حاجات تافهه نقدر نصنعها هنا عشان ياخد اللي في جيوب الناس يحطه في جيبه واسيبه كده حر؟ ما ينفعش ما ينفعش. ده هو بس انت كده دخلت ده هو النظريه. هنا واضح ان حضرتك تميل الى الفكر الاشتراكي صح؟ لا ما هو ما شوف اللي هو صح. لا 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 ما انا اقول لحضرتك انا اعتبر نفسي اشتراكي، بس انا اقول لحضرتك على حاجه كويس. انا بتكلم هنا من داخل المنظومه الراسماليه، انا عايز اقول الفكره ايه. الفكره ما هو دلوقتي معلش انا هقول برضو ان لسان حال حضرتك كما لو كان برضو زي نفس الشخص اللي انا مره كنت بقول بتكلم عن العدل فقال لي ده انت بتتكلم برضو زي كما لو كنت انا بتكلم عن حاجه وحشه. لا لا خالص لا، المجتمعات الراسماليه اكتر المجتمعات عادله، الراسماليه العداله فيها اكتر من الاتحاد السوفيتي. ليه؟ لان هو حاطط سيف الراسماليه تدخل الدوله في ضبط راس المال وفي ضبط حركه راس المال وفي وضع قواعد صارمه لعمليه الاستثمار ولضرب الاحتكار، ده كله موجود في المجتمع الراسمالي مش في المجتمع الاشتراكي. المجتمع الاشتراكي بيقعد ايه كل حاجه مضبوطه وكل حاجه الناس كلها ماشيه على تراك، وده فكر حتى دلوقتي ما حدش يقدر يقبله بالمعنى حتى الاشتراكيه نفسها. انجلترا فيها بديلين، فيها البديل الاشتراكي وفيها البديل والاثنين راسماليين يعني صحيح، بس هو بيطبقه ذلك الفكر مختلف. الفكر عايز اخد حضرتك في منطقه، يعني انا وانا بسمع دايما كلام الرئيس ببص كده للرسائل تطلع من الرئيس، كل مصر متضايقه قوي احيانا من القيادات. ايه حضرتك؟ القيادات اللي بيتم اختيارها. ايوه ده مش على قد المسؤوليه، ده مش قادر ينتج، ده محافظ مش كويس، ده رئيس حي كذا. لأول مرة بكل صراحة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم في المؤتمر قال يا جماعة أنا ما عنديش آليات تديني قدرة على الاختيار والانتقاء من وسط الناس. إزاي دولة
بحجم مصر يقف رئيسها ليعترف امام الشباب ان مفيش فيها اليات عشان يختار قيادات. اه لان هو ورثها هكذا. هو ورثها هكذا. هو واحد اسف عشان كده هو عمل مجموعه. يعني هو هي اخذ السلطه لحكمها، اسف لكلمه الوراثه، لانه يعني اخذ الحكم والشعب فوضه بانتخاب رسمي للحكم. وهي هكذا لانه ده كان في العهد القديم، يعني كانت الناس تقعد تتكهن بتغيير الوزاره سنتين. خد بالك، عارف المجتمعات دايما اللي فيها نوع من القهر، في اشكال من القهر دلوقتي بتبقى عارف ناعمه، ما هياش مش بيجي يضرب ويعمل، لا، انما هو بيسيبك منها مثلا انه خلق غموض في ايوه بس حول الدوله. مصر شافت في فترات زمنيه تاريخيه، لو عدنا مثلا لفتره الاربعينات بعد اذن حضرتك، انتخابات، خناقه مع الملك، انتخابات دي بتجيب اغلبيه تعمل هي الوزاره، تعمل الوزاره، تيجي تتخانق مع الملك يروح حلل البرلمان، تروح جايه وزاره تانية، كل الوزراء بيمشوا بالمساعدين بتوعهم، انما الوزارات كانت ماشيه زي الساعه، لان ده موظف مدني ملوش دعوه بالتغيير السياسي اللي بيحصل فوق. مشكلتنا النهارده في مصر ان الموظف المدني زي ما حضرتك عارف انفصل تماما عن التغييرات السياسيه، وان التغييرات السياسيه ما عادش حد قادر يجيب وينتقي من المجتمع، لان المجتمع ما بيخرجلوش. احنا ربما ناخد فتره شويه عشان نحقق الحاجه زي ما بيشير بها سياده الرئيس، ان احنا يعني يبقى الوزير رجل سياسه معجون في السياسه من صغره، يعني طالع كده. انت لما بتشوف في المجتمعات الديمقراطيه انه الشخص بيبقى طالع غالبا متربي داخل حزب ومتربي داخل منظومه سياسيه وماشي في التنظيم السياسي بتاعه ايا كان هذا الحزب. اول ما حضرتك قلت حزب ضحكتني. ايا كان هذا الحزب. طبعا احنا ما انا بقول احنا عندنا بقى احزاب حقيقيه. احنا عندنا 100 حزب يا دكتور. مفيش، لا، والاحزاب كلها فوقيه وما هياش يعني بالطريقه حتى اللي كان موجود بها الاحزاب زمان. فمحتاجين فتره كده انه الناس تتعلم انه حتى ممكن مثلا في بره يبقى وزير الداخليه ده مش لازم يبقى رجل بوليس، يعني في انجلترا مثلا يعني هو وزير الدفاع على فكره، او وزير الدفاع. بس المساله ليه؟ لان عرفوا يحطوا نظام وطوروه وقعدوا فيه سنين يعني. انما ارجع مره اخرى الى قرارات الرئيس. انا واقف قدام قرار منهم مهم جدا، طبعا في قرارات عاجلة مطالب شبابية هو بيقول لهم هسمع لكم وتعالوا شاركوني في اتخاذ القرار. طبعا اللجان اللي شكلها الرئيس، وهذه مبادئة يجب ان احنا نثمنها الحقيقة جداً. يعني ومبادئة وعارف يعني دي يعني برو اكشن، يعني عارف شخص بيبادر. انت النهاردة زعلان مني في قرارات تم اتخاذها، طب تعالى اقعد معايا، تعالى خد وقرار. وبالتالي طالما انت هتقعد علشان نطلع في الاخر بقرار، انا لازم اعرض عليك وجهة النظر بتاعتي وافتح لك اوراق ممكن ما كنتش شايفها، ولا انا غلطان؟ لا يعني انا حاسس ان ده هيحصل. ولكن من ضمنها ايه؟ هو الرئيس عامل لجنة لتأهيل الكوادر الشبابية سياسيا واجتماعيا وامنيا واقتصاديا، مركز وطني يعمله كوادر. ده ملوش دعوة بقى النظام التعليمي، ده ملوش دعوة بالمشاركة السياسية. لم يعتمد الرئيس على وجود 100 حزب سياسي موجودين في مصر، لانه واضح ان ما بيخرجلوش كوادر، او ان الشباب ما عادش بيعترف بالحياه السياسيه قوي، اصبح عنده انعزاليه الفكر السياسي بشكل قوي. طب لما تبقى الرئاسه محتاجه تعمل المركز ده وطالبه من الشباب يشاركم ويحطوا تصور لهذا المركز، هل احنا كده بنحط رجلينا على الطريق الصحيح ولا بنمارس عملية انتقاء؟ انا ضد عملية الانتقاء. اذا كان هذا المركز هيتم، وانا كان ليا شرف ان انا ادرت معهد اعداد القادة اللي كان في حلوان لمدة 3 سنين، ده مركز هو بيعمل اصلا بيعد الشباب تبع وزارة التعليم العالي، وهذا المكان يعني يا ريت احنا نستغله. وانا بدعو من هذا المنبر يعني انه المكان ده مؤهل جدا، بس عايز شويه شغل وشويه مباني وكده، يبقى مكان جميل جدا لانشاء هذا الكيان، يعني انه الكيان ده يتعمل في هذا المكان. وفي واحد في الدقي
فده الدقي ده موظفين يعني بيعمل اعداد قاده للموظفين، انما التاني كان بيشتغل مع طلبه الجامعه والدقي وقف. فاحنا في المكان ده بقى احنا ما كناش ما فيش تمييز بين طالب وطالب. يعني لو المشروع الوطني ده اتعمل على الانتقاء، الانتقاء ليه عيب خطير جدا. ايه هو العيب؟ انه قد يتصور اللي بيقوموا بعمليه الانتقاء ان هم بيضعوا معايير وبيقولوا والله احنا في ضوء هذه المعايير هننتقي واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. هم بقى ناسين انه في حاجة احنا بنسميها في علم الاجتماع النتائج غير المقصودة للفعل. ان كل فعل ليه نتيجة مقصودة بس ليه نتيجة تانية غير مقصودة ربما تكون اسوأ. احد النتائج غير المقصودة لمثل هذا الفعل هو ان انا ببعد ناس مني بخليهم يمشوا، يعني بجيب خمسة ببعد عشرة، بجيب خمسة تاني ببعد عشرة، والعشرة دول بيتذمروا ويبقوا ممتعضين ويطوروا أساليب مضادة وممكن ينضموا لتنظيمات تانية. ولذلك إذا كان الكيان ده ينشأ لكل الشباب الفقير والغني والمتوسط حتى المتعلم وغير المتعلم كمان، ونخلي المتعلم يشوف الغير متعلم ونجيب الشباب كلهم في مكان واحد يختلطوا سويا، دي نمره واحد، وهم اللي يعملوا البرامج لنفسهم. ما نجيبهمش قدامنا كده ونعمل لهم عمليات اندكترنيشن. لو عملنا كده نبقى زي ما بتقول حضرتك بقى المجتمع بقى اللي هو بيتعمل ومن النظم القديمه التي لا ما هو ما هو ما هو الرئيس بيقول ان هم يحطوا تصور سياسي. فانا دلوقتي انا بحاول ان انا افكر في الشكل بتاع ويبقى كله، لانه انا لما اجيب واحد من هنا وواحد من اسوان وواحد فلاح وواحد معيد في الجامعه وواحد مهندس وواحد وكلهم يعيشوا مع بعض ويشوفوا بعض وخلال فتره خبره وهم اللي يطوروا الانشطه مع بعض يعني، ونجيب لهم بعض الناس يحضروهم ويشتغلوا معاهم وكده، في الحاله دي يقعد هو مثلا 20 يوم 30 يوم في هذا المكان ينصهر ويعرف أفكار جديدة ويعرف بلده فتتخلق عنده. يبقى الهدف من هذا الكيان تكوين الذات العامة، يعني إيه؟ يعني جمع الناس كلهم على هدف واحد، ويبقى فيه برضو قدامنا هدف واحد. إن احنا جمع الناس كلهم على هدف واحد، ولذلك طبعًا. أنا طب أكمل حتة صغيرة بس عايز أربط برضو بين اللي هي دي بتاعة التشكيل لجنة وطنية دي اللي هي بتاعة عمل مركز، وبين آخر حاجة في اللي هو إن إحنا نعمل ننمي القيم وننمي هو ده المكان اللي يتم فيه تنمية القيم، ترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق. يعني إنه أنت في الحالة اللي زي دي أنت بتعمل ناس مش بتاخدهم توظفهم. دي ورقة العمل اللي الحكومة بتعاون مع الأزهر والكنيسة عشان والمجتمع تغيير القيم والمتخصصين والشباب عشان يحطوا ده يحطوا القيم ده. أنا عايز أربط بين ده وبين إنشاء المركز، لأنه المركز ده هو اللي يعمل غرس القيم، وإنت هنا ما بتغرس القيم بإنك أنت بالوعظ والإرشاد، لأنه عمر الوعظ والإرشاد بيغير شوية بس ما تتوقعش منه إن هو يغير الإنسان 100%. اللي بتغير الممارسة. ولذلك أنا مفترض في المركز الوطني ده إن أنا ما أجيبوش كده وأعمل له تدريب وبعدين أخده وأوظفه. ده خطأ. خطأ جدا. اللي أنا أخده وأخليه أعمل له التدريب ده وأسيبه في المظان بتاعته، أخليه مبسوس في المكان، الفلاح يروح في القرية بتاعته، يبقى في القرية مثلا جالي خلال السنة اللي فاتت دي من كل قرية مثلا 20-30. هم دول اللي إيه اللي بينوروا حواليهم مبادئ وقيم اتعلموها من المكان ده ورجعوا ليهم، وبعدين يجوا مره ثانيه ويجوا مره ثالثه، واللي ينجح منهم وياخد درجه عاليه يرقى في سلم التدريب وياخد تدريب اعلى وهكذا. يعني محتاج تفكير، انا بس بفكر بصوت عالي انما هذا الموضوع مهم جدا بس محتاج تفكير بشكل. لو جيت النهارده طبعا كنت عايز اكلمك في الاحزاب السياسيه، بس بيني وبينك الحقيقه يعني ما تقولش للمشاهدين حديث الأحزاب السياسية محزن صحيح ومؤلم، وأنا بتكلم دلوقتي كرجل إعلامي ورجل سياسة، ومشهد الأحزاب السياسية حاجة يعني تحزن تماما. إن يبقى عندنا 100 حزب سياسي، ما أظنش إن في مواطن في مصر يقدر يجيب أسماء 10 سياسيين على بعض يقولها.
محدش منا يعني انا ما اقدرش اقولهم كويس. لازم اروح النت واجيبهم واعمل للاسف يعني ولا حتى حد النت حتى يمكن دي. انما الكلام اللي صدر في المؤتمر على ان الدوله محتاجه ظهير سياسي، خرج بعض الناس تعلق وتقول احذروا يا جماعه عشان ما حدش يفهم غلط، احنا داخلين في شركه الاتحاد الاشتراكي، يبقى كل ما هو مش تبع الرئيس ده ما يلزمش، وكل هيهرول هرولة اللي حصلت بتاعة الحزب الوطني ايام السادات. انت شايف ان مصر داخلة على الموضوع ده؟ اتمنى انها ما تدخلش، واتمنى انه الرئيس يظل مستقلا كرئيس، ولا ظهير سياسي ولا، لانه هو تم اختياره باجماع شعبي وهو له شعبيه. أيوة بس ما هو الظهير السياسي هو مش هيبقى رئيس حزب، ما انا اقول لحضرتك انما هيبقى معروف يعني ده تبع مين يعني. فكره الظهير السياسي يعني انا ببحث لنفسي عن حد يسندني، المعنى الدلالي بتاعها، ما هو كل الكلام ليه معاني دلاليه، وانا يعني مثلا احيانا حتى الاعلانات لها معاني دلاليه، يعني انا مثلا وانا ماشي كده بلاقي اعلان يقول يا مصر وتحتيه كلام بيشجع الناس، انا برضو شايف ان الاعلانات دي لها نتائج سلبيه، لانه انت بتقول يا مصر كما لو كانت مصر دي وانت عمال تناديها وهي مش يعني مش الكلمه سمعك. نفسها تمام. من الناحيه الشعبيه نرجع للفكره الاساسيه، فكرة انا الظهير السياسي، الظهير السياسي ده احنا يتعمل بيعملوه في بعض الاحيان لما يبقى الرئيس في موقف يعني شويه الشعبيه مش عاليه، شويه الشرعيه مش واضحه، شويه فالإقدام على ظهير سياسي في المرحلة الراهنة أنا أعتقد إن هو غير صحيح. معلش طيب. أنا بقول رأيي بصراحة، إحنا لو ما كناش نقول رأينا بصراحة، الرئيس له ظهير سياسي موجود، ليه الناس كلها بتحبه والناس كلها مأيداه، أنا ليه أروح أخلق أشياء تخلق عدوات بتعمل قصص. رأيك إيه في دعم مصر؟ أنا وجود تكتل اسمه دعم مصر مطلوب في اللحظه الراهنه، واسمه يكون دعم مصر خلى الباقيين كلهم يبان ان هم مش دعم مصر. ما انا اقول يعني مثلا الاسم ممكن يكون غير موفق، بس هو مهم في اللحظه دي بالذات، لانه احنا محتاجين في المرحله ده. هو دايما يقول لك ايه التحول، انا كتبت مره مقال، معلش هرجع تاني المقال كتبته عن التحول الديمقراطي، وكتبته بعنوان التحول الديمقراطي في زمن الخطر الفائق. احنا عندنا مصطلح في علم الاجتماع اسمه مجتمع المخاطر. مجتمع المخاطر ده ينطبق على كل مجتمع في العالم، امريكا وروسيا ومصر في نفس الوقت، لانه العالم كله بيواجه مخاطر البيئه ومخاطر التزايد السكاني والاكل والطعام والسموم. احنا في الفتره بتاعه الاربع خمس سنين بتاعه الثوره دي دخلنا في مرحله ارهاب او ونقص في التمويل ونقص في فبقيت سميتها انا الخطر الفائق. فانت لما تيجي تعمل تحول ديمقراطي في مرحله الخطر الفائق دي، ما تقولش بقى ايه لا ده انا هعمل مش عارف ايه وهعمل ديمقراطيه واحزابه، خلي عينك الاول على الاقتصاد واعمل التحول الديمقراطي وانت يقظ وانت عينك مفتحه شويه، والا هتبص تلاقي نفسك ما عندكش. ولذلك يسيروا مع بعض، ده يبقى ماشي كده التحول الديمقراطي، ولذلك انا بقول انه مفيد في اللحظه الايه الحاليه، بس ما يبقاش مستمر بعد كده، يبقى المستمر الناس يجوا من بحكم بالطبيعه كده، يبقوا هم وممكن يشكل بقى حزب تلقائي من غير توجيه ومن غير اي حاجه، ويشكل الناس تشكل الحزب ويتشكل حزب كبير او واحد من الاحزاب الكبيره دي اللي موجوده بالفعل يتحرك يتحول بجد ويتكتل مع حزب يتحرك تاني ويتحرك بجد اي حزب من الكبار الموجودين. احنا عندنا حزب الوفد ده مثلا من الاحزاب القديمه اللي ليها تاريخ، وانا بستغرب حتى انه الناس حتى نسيت التاريخ. يعني على اي حال مش عايز اعمل دعايه لاي حزب، انما انا فكره الظهير السياسي لا تروقني الان على الاطلاق، وانه لو ونتكلمش عنها على الاطلاق، لانه الرئيس له ظهير سياسي بالفعل. دكتور احمد زايد استاذ علم الاجتماع السياسي عميد اداب القاهره السابق، انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده في يوم بيوم. الحقيقه انا استمتعت بالحوار مع حضرتك. ربنا يخليك، ده انا اللي استمتعت. لا بالعكس والله، انا اتمنى بجد انك انت تعود الى معهد اداب القاده وتعمل ندوات بعد اذن حضرتك، احنا محتاجين لك كاستاذ اجتماع انك ترجع تاني تعمل لنا لقاء عن الثقافه الاجتماعيه
يجي يحضروا بقى كتاب، يجي يحضروا شباب، يناقشوك تكلمهم. الشخصيات اللي زي حضرتك لازم ترجع تخرج لتوعية المجتمع يا دكتور. يعني وأنا بطلب من حضرتك أن أنت يكون ليك لقاء معانا في يوم بيوم شهريا حصري، أنا أقعد معاك ونتكلم. إحنا محتاجين ده بالعكس. أي حاجة إحنا يعني إحنا حاليا لم نملك إلا الكلمة، يعني إحنا بنملك الكلمة. أيوة فندم، ولكن الكلمة لما تخرج من شخص متخصص غير الخائفة أيضا بتكون مهمة قوي. طبعا. أنا بشكر حضرتك على وجودك معانا النهاردة، بشكر حضراتكم على المتابعة، نشوفكم السبت يوم بيوم.